أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من الرئيس. أرسطو قال أفلاطون، وأفلاطون ده كان تلميذ لأرسطو، فأرسطو قال تكلم حتى أراك. كان بيقعد في محاضراته دايما ساكت، فقال له تكلم حتى أراك. في الكلام بيظهر الإنسان على حقيقته، بيطلع تعبيرات تلقائية، عنده ردود أفعال تلقائية، عنده حركات للجسد تلقائية إلى آخره. وده اللي احنا بنعمله الحقيقة مع المرشحين المحتملين للرئاسة. النهاردة هنناقش شخصية الإعلامية جثينة كامل. سعدنا أن يكون معنا أستاذة رغداء السعيد، مدربة مهارات بشرية. أهلا بك. دكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر. أهلا بك. نشوف بروفايل، نشوف معلومات شخصية عن جثينة كامل، ونرجع نحلل مع أستاذة بك. تعد الإعلامية والمذيعة جثينة كامل المرأة الأولى التي تعلن عن نيتها في الترشح لانتخابات الرئاسة، والذي جاء عبر صفحتها الشخصية في الموقع الاجتماعي تويتر، والتي أكدت جديتها فيها وليس لكونها كذبة إبريل كما ظن المتابعين لها في البداية. أرجعت جثينة إصرارها على الترشح لتثبت قدرة المرأة على الترشح والمنافسة، وأيضاً التواجد في الانتخابات الرئاسية، وأن المرأة المصرية لديها من الثقافة والتجربة والقدرات ما لا يقل عن منافسيها من الرجال، ولذلك فقد بدأت بنفسها وقررت الترشح معتمدة على أمهات الشهداء كخير مساند لها في أول انتخابات ديمقراطية ستشهدها مصر. تحظى جثينة بشعبية كبيرة، خاصة وأنها معارضة قوية تشترك في العديد من الحركات السياسية، إلا أن التوقعات تشير بوضعها في ذيل قوائم المرشحين للرئاسة نظراً لعدم قناعات التيارات السياسية والشعب المصري حتى الآن بتولي امرأة لسدة الحكم. أستاذة رغدة، شايفة إزاي جثينة كامل؟ جثينة كامل إعلامية مشهورة، يمكن اللي شجعها او انا شايفه وجهه نظري اللي شجعها على انها ترشح نفسها للرئاسه هي تعاملها مع طوائف مختلفه من الشعب. برامج انسانيه، برامج رومانسيه، قربت من ناس كتير، قربت من فئات عديده، فممكن ده يكون خلاها حاسه بالناس فرشحت نفسها للرئاسه. هل تجيد الشو الاعلامي مثلا؟ انا شايف انها بتحول الاعلام من مجرد، يعني هي بتسمع شكاوي من أيام الشكاوى في برامجها القديمة، صحيح، في الراديو حتى الآن، وبتحول الشكوى إلى فكر عقلاني لكيفية الحل. مهارة الإنصات، يعني الإنصات والتفكير. والتفكير إنها بتفكر كويس، وده بيخليني أصدق شوية إنها ممكن تحول أزمة لحل. تمتلك الشجاعة أستاذة رغدة؟ طبعا. كامرأة وحيدة هي اللي رشحت نفسها، تمتلك الشجاعة كامرأة وكملامح بقى، لو هنتكلم في لغة الجسد كملامح وجه. يمكن الحواجب اللي هي حرف الثمانية، مهما كانت من جوه هي رقيقة أو أنثى، شكل الحواجب ده بيدي حدة. يعني دايما لما يكون حد عايز يبقى حد بيعمل كده بحواجبه، بيبتدي يتكلم راسه مرفوعة، فيمكن ده مساعدها أكتر. وهي على حسب الموقف اللي بتبقى فيه، بتبقى حادة جدا، بتبقى قيادية، بتعرف تعبر لانها شخصيه انفعاليه جدا، فبتعرف تعبر كويس قوي على اللي هي عايزه تقوله. فكره الانماط القياديه دكتور هاشم، يعني هناك انماط من الشخصيه القياديه، هناك المستبد، هناك المستبد الطيب، هناك الديمقراطي، هناك نمط رابع وهو الليبرالي. انت شايفها اي نمط من هذه الانماط؟ انا شايفها الليبراليه. ليبراليه، لاني انا في رؤيتي لبرامجها ورؤيتي لتعاملها مع الناس وتعامل الشخصي معاها، هي دايما بتسمح رغم امكانياتها في القياده حتى مع الاقل انها بتديهم فرصه ان هم يتكلموا، وبتسمع ليهم وبتقول انا استفدت منك ايه. وانا شايف عندها قدره المرونه العاليه قوي في التعامل مع القيادات المختلفه والتعلم منها. هل في توافق بين حركات الجسد اللي بتعملها جثينة و الكلام اللي بتقوله؟ جدا معبره، يعني جدا. وده سلاح ذو حدين.
لان في مواقف كتيره جدا هي شخصيا فعليه انها بتحرك ايديها كتير وهي بتتكلم. كل جسمها بيتحرك وهي معاها ايديها بتعبر، ايديها الشمال دايما بتبقى اعلى من اليمين عشان دي شخصيا فعليه اكتر. فللاسف بيبقى ساعات في مواقف، مثلا في مواقف الاتهام كان في موقف هي متهمه فيه بحاجه او مش عارفه، قالوا فتيات بثينه كامل، فكان كل كلامها هي عامله كده وعامله ايديها كده. فده اسلوب من التوسل او توصيل الرساله، انا عايزه اقول ان انا لا، انتوا بتتكلموا، وطون الصوت بيبتدي يهدى والعينين بتبتدي تقفل. فده بدأ ممكن تبقى كقياديه او كمرشحه رئاسه يبقى نقطه ضعف، في حين ان في برامج تانية تبقى قاعده مرتاحه رجل على رجل بتتكلم، صوتها طالع من هنا مش من زورها، فبتتكلم بتلقائيه وبتتكلم بقوه جدا وبتعبر عن نفسها. فطبعا ده سلاح ذو حدين، لان ممكن في موقف تتعرض ليه في كمرشحه او كرئيسه يبقى في حته انسانيه، فالعاطفه اللي جواها تبتدي تظهر على ملامح وشها. صحيح. وعلى طريقه كلامها. عايزه اقول لكم ان ساعه الهواء بتتكلف $1,400 انه علشان تعمل برنامج توك شو بياخد مليون. ده مش بس باجر المذيع ولا الاعداد ولا حاجه، ده بس ايه اللي هي التجهيزات اللوجستيه، استوديو كاميرات وما الى ذلك. وكمان جايب ايه، هو مسميها قناه عربيه، جايب مذيع سوداني وقارئه نشره اخبار لبنانيه وايش ما اعرفش ايه. يعني انا عايز اعرف الفلوس دي جايبها منين؟ ده من حقنا نحاسب ومن حقنا ان احنا نطهر، ومين اللي سنده؟ واللي سنده هو كمان لازم يتشال زيه. ايه الاخطاء اللي ممكن نتكلم عن المهارات في التواصل عند بثينة كامل؟ اصل هو في نقطه مهمه، اني انا علشان احكم على سلوك اي انسان دلوقتي انا لازم اشوف السي في بتاعه. تمام. هو ابتدى ازاي؟ فانا بشوف انها ابتدت كواحده في اتحاد الطلاب. كان عندها قدره على التعبير عن مشاكل الطلبه وبتسمعهم، وترشحت وفعلا بقت واحده منهم. بعد كده برامجها بقت بتعبر عن مشاكل الناس واستمرت، وانا كنت اسمع على انها تتعرض لازمات كثيره في حتى البرامج بتاعتها، وكانت بتحارب، بقت في كفايه ونزلت الشارع. انا شايف كل ده معناه انها رغم المشاكل اللي تعرضت ليها لكن كانت مصممه على انها تتواصل مع الناس. انها عندها رغبه اكيده انها تقول انا صوتي كذا، انا عايز الناس تسمعني، رغم كل المشاكل اللي بتتعرض لها. ده يسوي تصميم على التواصل. هذه المميزات ممكن تجعل انه القائد بشكل عام ممكن يختار معاونيه بشكل جيد. طبعا، لانه بيشوف كويس وبيسمع كويس. يعني بيشوف كويس وبيسمع كويس.